بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو في الفطائر ديالنا، غادي نحتاجو جوج بيضات، غادي نحتاجو نصف كوب من الحليب، حليب بارد انا ما دفيتوش، غادي نحتاجو كاس ما عامرش من الدقيق، غادي نحتاجو جوج معالق كبار من السكر سنيده، غادي نحتاجو واحد القبصه من الملح، وغادي نحتاجو واحد الملعقه من السكر فانيليا. انا عندي هنا بودره الفانيليا، يمكن لكم تستعملوا كذلك السكر فانيليا. وغادي نحتاجو واحد الملعقه من خميره الحلويات ما يعادل 7 غرام. هادو هما المقادير اللي عندنا، مقادير بسيطه. غنمشيو لطريقه التحضير. الطريقه، في واحد الاناء غادي نفصل صفار البيض عن البياض ديال البيض، وغادي نوضع هاد البياض جانبا، وغادي ناخذ الصفار وغادي ندافع عليه دوك جوج معالق من السكر سنيده، غادي نضيف كذلك داك نصف كاس من الحليب، وغادي نخلطوا هاد العناصر، ثم غادي نضيف داك الدقيق، كتحصلوا على واحد الخليط بهذا الشكل بحال الخليط ديال الكيك. صافي غادي نوضعو جانبا، وغادي ناخذ داك بياض البيض، غادي نضيف له ديك القبصه من الملح، وغادي نضربو بالدراب الكهربائي حتى كيطلع وكيولي بحال الثلج. يمكن لكم تدربوه كذلك بالدراب اليدوي، ولكن غادي ياخذ منكم شويه ديال الوقت، وضروري ان البيض ديالنا باش يطلع لنا دائما بياض البيض خصو يكون بدرجه حراره المطبخ. غادي نضربو دابا حتى كيطلع. ملي كيطلع بياض البيض ديالنا، غادي نضيفو له الان ديك الملعقه من بودره الفانيليا، وغادي نولي نضرب. بعد ما طلعنا بياض البيض، غادي الان ناخذ الخليط الاول، غادي نضيفو له ديك الملعقه من خميره الحلويات 7 غرام، وغادي نخلطوه ثم نبدا في اضافه الخليط ديال بياض البيض بالتدريج. وكنخلطوا في اتجاه واحد باش ما كيخرجناش داك الهواء اللي عندنا في البيض. كتخلطوا مزيان من الفوق للاسفل بهذا الشكل. غادي نضيف هذه الكميه المتبقيه، وكنحصلوا على خليط بهذا الشكل كيف ما كتشوف. ومباشره غادي نبدا نطيب الفطائر ديالي. غادي ناخذ القليل من الزبده وغادي ندهن بهم المقلاة اللي كنكون سخناها من قبل بهذا الشكل. وبالنسبه للعافيه ضروري انها تكون مهيله. صافي غادي نوضع القياس ديال
واحد زوج معالق كبار من الخليط. وكنذكركم ان العافيه ضروري ما خصها تكون مهيله، كتوضعوا بهذا الشكل القياس ديال جوج معالق كيف ما قلت لكم، وكتحاولوا انكم تقادوا الفطائر ديالكم. وكتخليوهم كيطيبوا على عافيه مهيله. صافي ملي كتبان لنا انها تحمرات من الاسفل، دابا غادي نقلبها على الجهه الاخرى. كتقلبوها غير بشويه بهذه الطريقه. كيف ما قلت لكم ضروري غير العافيه تكون مهيله باش كيطيبوا لكم من الداخل مزيان، لانهم كيجيو شويه طالعين، ما كنديروهمش رقاق بزاف. صافي وكنخليهم كيتحمروا كذلك من الجهه الاخرى. صافي دابا غادي نوريكم الشكل ديالها كيفاش كيجي، كتجي بحال هكا. غادي نستمر بهذه الطريقه حتى كنسالي الكميه كلها اللي عندي. غادي نولي نصايب معكم واحده اخرى. تقدروا ديروا اكثر من واحده فوق المقلات. صافي وغادي نخليهم حتى كيطيبوا من الاسفل ونقلبهم على الجهه الاخرى. ودابا غادي نقلبهم. بهذا الشكل. كيف ما كنقول لكم فالعافيه مهيله عندي. كتخليهم كيطيبوا على خاطرهم باش كيطيبوا مزيان من الداخل. كيف ما كتشوفوا ها هو الشكل ديالهم. صافي وكنبقى مستمره بهذه الطريقه حتى كنسالي الكميه اللي عندي ديال الخليط. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر اللي حضرت معكم اليوم. كتجي رائعه وزوينه، كنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. شي حاجه اللي سهله وكتوجد بسرعه. انا هنا زينتها بالقليل من النوتيلا الكاوكاو مهرمش. غادي نحل لكم وحده باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل، وغادي نحل لكم باش تشوفوا الشكل ديالهم من الداخل. فكيف ما كتشوفوا كيجيو خفاف رائعين. هانتوما ها هو الشكل ديالهم من الداخل، كيجيو مقطنين ومهويين من اروع ما يكون. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم فوصلوه لاكبر عدد من اللايكات. ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك في القناه الا كنتو اول مره كتزوروها، وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات، وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده. ونتلاقاو في وصفه اخرى مع فيديو اخر. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.